اللي يميز الهلال يعني بطبيعة الهلال، الهلال من بداية تأسيسه إلى يومنا هذا، وهو مؤسسة رياضية محددة أهدافها، تنتقي أعضائها، تنتقي لعيبتها، تنتقي حتى إحنا نفسنا كلعيبة أو كمنتمين نادي الهلال نحس بأن حتى جمهورنا مختلف، وهذا حق لكل أحد يعني ينتمي لأي نادي. ولكن بالنسبة للهلال بالذات هو صاحب المواعيد الكبرى، لأنه يبحث دائما عن إرضاء جمهوره. جمهور الهلال دائما متعطش للبطولات، زي ما تشوف اليوم الهلال أنا أعتقد يلعب بين أرضه وبين جمهوره، نفس الشيء يعني نادي الزمالك هو يبحث كذلك عن نفس اللي الهلال يبحثه. ولكن شغفي أنا كهلالي كلاعب لعبت في هذا النادي العريق، والآن من مدرجات أتابع كمحب، أعرف مدى رغبة لعيبة الهلال في كسب هذه البطولات ومثل هذه المباريات بالذات، يعني لإثبات لجمهورهم أنه لا نهاية مع الهلال في البطولات. ما عنده حد. يعني ما أعتقد أنه الهلال يرضى طموحه لا 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 طموح للهلال في البطولات، ما وهذا الحمد لله. يعني الهلال بطل الدوري 3 مرات متتالية، يعني مش أمر سهل أنه يكون يعني في الدوري السعودي. نعم نعم.